تفضل استاذ هيثم. شكرا، اسلم. الله يسلمك. استاذ هيثم شبك؟ خير ان شاء الله، في شيء؟ عادي مرفيه، عادي مرفيه. انت صار لك عمر بهالمكتب ولهذا السبب انا برتاح لك. خليني افتح لك قلبي مثل ما كنا نعمل ايام زمان، تذكري؟ بس هذا الكلام ما لازم حدا يعرف فيه، على الأقل بما لاقي حل لهالمشكلة. أستاذ هيثم، قلقتني وشغلت بالي. شوفي، احكي، فضفض. أنتِ بتعرفي يا ست حنان إنه الحمل بهالعمر حرج شوي. يعني في خطر على صحتها؟ ما في داعي للخوف، بس شغل البيت اللي كنتي تشتغليه أيام اللي كان عمرك 20 سنة، ما في داعي له هلا وأنتِ بال 45. الله يسامحك، لسه كل شوي شوي بتذكريني إنه صار عمري 45. هلا عم ذكرك لانه اذا نسيتي بتعرضي صحتك وصحه البيبي الجديد للخطر. بيبي الجديد؟ بتعرفي انا لحد هلا ما عم بصدق انه بدي جيب ولد. إيه، لا تستعجلي، بكره بس يقدر يتحرك بتصدقي. والله هالقصه بتشبه الحكايه اللي بنشوفها بافلام السينما. وانا محتار، ما بعرف كيف بدي اتصرف. يعني الموضوع حساس كثير وما بينحل هيك بيوم وليله. وتأكدت من إنه كلامه صحيح بالمية مية؟ جايب معه أوراق ووثائق رسمية بتثبت كل شي حكاه. والبنت هلأ مع مين بلبنان؟ لحالها.
الو، ايوه استاذ مروان، نعم. بعد بكره طبعا لا بسافر معك، يعني طبعا رح اجيبها على سوريا، يعني معقول اتركها لحالها هنيك؟ مو معقول. طيب نلتقي بكره وبنتفق على التفاصيل. مع السلامه. وهلا استاذ شو بدك تعمل؟ ليش شو في بلبنان؟ في عندي شوية شغل هنيك. قضية يعني؟ تقريبا. بس أنت ما قلت لي إنك مستلم قضية ومضطر تسافر فيها على لبنان. وهي قلت لك. شبك لسان؟ ليش معصب؟ ومانك متحمل كلمة من حدا؟ أنا آسف بس فعلا تعبان شوي. على طول عندك شغل كتير، بس عمرك ما عاملتني بهالطريقة. حنان أرجو تفهميني، في بين إيدي قضية صعبة شوي، والحقيقة مالي عارفان كيف بدي أعالجها. شو بابا؟ ما فرجيتيني شو اشتريتي من السوق مثل ما بتعملي بالعاده؟ خاف اذا اجيتك شو جبت تبعتني بكره رجعون. ليش صار؟ ليكونوا شفافين ليين. شو جبتي؟ يا بابا كل اللي بالسوق على الموضه وكل البنات هيك بيلبسوا، ليش انا لا؟ يعني غير ثيابك ولحقيني على الصالون. المضروبه بحجر كبير، بابا كاتب تلفزيوني ومشهور من الوسط الفني وبيدقق على الوحده، كيف لو كان جاهل ومو متعلم شو بيعمل؟ عندك وين كنت؟ هتضربني؟ هضربك وبكسر راسك كمان اذا خالك وامك ما عرفوا يربوك. خلود انت بتعرفي باعتبار انا ابوكي بقدر افرض عليك الشيء اللي انا بدي اياه وبلزمك بتنفيذه، بس طبعا ما رح اسوي هالشيء لانه اذا نفذتيه قدامي بستير ظهري بتعملي عكسه. مشان هيك انا حاب نتحاور نتناقش، يا بتقنعيني يا بقنعك. تفضلي احكي شو عندك. انا رايي انه الثياب اللي كنت لابستها اليوم ما فيها شيء بخجل، بالعكس حلوه كثير وعلى الموضه. الموضه يا بابا انك تلبسي تنوره قصيره وبلوزه ضيقه مبينه نص ما فاتن جسمك. كل البنات اللي بعمري هيك بيلبسوا. بابا انا ما بيهمني البنات، بيهمني انتي. انتي بنتي اللي بحبها وبخاف عليها وبخاف حدا يطلع فيها تطليعه مو منيحه. بابا لا ديننا ولا اخلاقنا ولا عاداتنا بيسمحوا لنا نطلع على الشارع نص عريانين. هيك الموضه. وبرايك هاي الموضه صح؟ يا بابا الموضه اللي عم تجينا من برا مو على مقاسنا. بتعرف شو مشكلتنا نحن؟ مشكلتنا انه عم نقلد الغرب بشكل اعمى. هلا اذا تقدمنا وصرنا مثلهم بنكون عم نقلدهم تقليد اعمى؟ والله اللي بده يقلد الشغلات المنيحه مو الشغلات السيئه. نحن يا خلود عم نقلد الغرب بالنص الثاني من يومهم.
كيف يعني بالنص الثاني؟ ما فهمت. يعني بالنهار بتلاقيه مثل خلية النحل عم يبنوا بلدهم، وبالليل منشوفهم بالمحزق والملزق رايحين على المطاعم والملاهي والمرائص، وعيوننا بتتعلق فيهم عشرة عشرة، وبيصيروا مسلة الأعلى بحجة شو؟ بحجة التقدم والتحرر. بدك أكتر من هيك تقليد أعمى؟ بس هنن ما عندهم العقد اللي عنا. يا بابا المسألة مسألة ثقافية، يعني كيف بدي أقولك؟ هي عائدة خصوصية كل مجتمع وثقافته، وهي الثقافة اللي جاي لعندنا ما بتلزمنا. البنت عندنا جوهر غالي، غلط وصعب وحرام نفرط فيها. مثل ما عم بيساووا جماعة الفيديو كليب بتفرج عليهم عم بتنافسوا بين بعضهم البعض، مو كل واحد قديش صوتها حلو وقديش ثقافتها الموسيقية، لا قديش تقدر تبين من جسمها. صدقيني يا بابا البنت اللي بتعرض حالها بعيون العالم ترخص، بيطلعوا عليها صحيح بس برخص. صدقيني يا حبيبتي البنت اللي ما عندها شيء مهم تظهره تظهر جسمها، شغلة سهلة كتير بس تمنى غالي غالي كتير. اللي كاتبتي يا حسنة شي حلو كتير. صحيح أنسة؟ بس بدي منك تهتمي بالفواصل والرموز اللغوية. يعني حاسة اللي كاتبته في شي مهم؟ أشياء مهمة مو شي واحد. شكرا كتير أنسة. العفو حبيبتي. أهلين نضال، تفضلي. أنسة حنان إذا مالك فاضية برجع بعدين. لا ما عندي شي. كمان عندها مشكلة؟ كلياتنا عندنا مشاكل، ونياله اللي بيلاقي حدا يوقف معه. أنا هون لحتى ساعدكم ووقف معكم. انت شو عم تعملين؟ سعدة عم تفرج. شوف شو فيها بس. سعدة وهي زريعة بقديش؟ زريعة؟ انتي ما بتاخدي من عندي ولا قطعة بعد اللي عملتي هذيك المرة. ليش بقى حبيبتي شو عملت؟ شو عملتي؟ دايرة بين البنات وعم تقولي ان البضاعة اللي بتجيبها من سعدة كنا من تمسوق العمزية. وانا الله يشهد الله علي ان بضاعتي كلها تمسوق الهال. من تركيا وفرنسا ومصر. بنات بعيدة. بنات شو رايكم ناخد هاي لنضال؟ تتمني تكوني صبي؟ بعرف انك رح تقولي عني مجنونة مثل ما الكل بيقولوا عني، بس بصراحة ايه انا بتمنى لو رب العالمين خلقني صبي مو بنت. بتكرهي تكوني بنت؟ بكره اشوف حالي ضعيفة. ضعيفة؟ انا بحس كل البنات ضعاف. هلأ انا بنظري شايفتيني ضعيفة شي؟ لا انسى انتي غير شكل. وانتي؟ انا ما بحب اكون بنت. صار لازم اطلع الصف. ضايقتي من حديثنا؟ لا انتي انسانة مريحة اكتر ما كنت متخيلة، بس صار لازم اطلع الصف. طيب ماشي رح زورك مرة تانية. امتى ما بتحبي؟ الو. مرحبا دكتور قاسم، انا حابة ادردش معك بخصوص الطالبة نضال اللي حكيت لك عنها بزيارتي الماضية. اللي فهمته من اختها انه نضال ما بتعاني من اي مشكلة جسدية ولا عندها زيادة بهرموناتها الذكرية، مشكلتها كلها اجتماعية، وكل همها انه تظهر قدام المجتمع وقدام ابوها بمظهر ذكوري لانه بيعني لها القوة والسلطة، والمظهر الأنثوي بيعني لها الضعف. بقى شو رأيك؟ بس في بعض الرسوم يعني فيها رمزية زيادة عن اللزوم وصعب توصل فكرتها للناس. هون الإبداع.
هلأ الإبداع أنك تقدم شيء للناس ما تفهمه؟ لا ماما، هلأ اللي بيشغل ذهنه ممكن يوصل لمفاتيح يقدر من خلالها يفك هاي الرموز. تعرفي ليش أنا بحبك؟ أكيد لأني أمك. لأنك أمي أولاً، ولأنه ما حدا قادر يحولني من إنسان عاجز لإنسان طبيعي غيرك. بس أنت بعمرك ما كنت عاجز ماما. لولاكي ماما أنا كنت أسوأ من هيك بكتير. هذا كله بفضل إرادتك أنت. لا ماما، هذا كله بفضل تشجيعاتك. أنا مستحيل أنسى الكلمة اللي كنت تقولي لي إياها أنا وصغير، لأنه هي راسخة بمخي. كنت تقولي لي إنه العجز الحقيقي هو بالدماغ مو بالجسم. وهي أنت أكبر مثال على صدق كلامي ماما. كيف روعة؟ روعة؟ منيحة. ما بدك تعرفني عليها؟ بس أنا ما بعرفها. أنا بعرفها بس بالصورة. وأنت ما بعدت لها صورتك؟ طبعا ماما، أنا ما ممكن أخدعها. بعدين روعة بحكم صداقتنا من حقها تعرف بعجز رجلي. ما بتوقف عنده كتير قدام المواضيع الهامة اللي بنحكي فيها. طيب انتو ليش لحد هلأ عم تتراسلوا بالبريد العادي؟ ليش مو على الانترنت؟ مو أسرع؟ ماما بضحكي علي، يعني ريحة الورق والانتظار بين الرسالة وردها والحروف المكتوبة بالإيد أو المرسومة، هي متعة حقيقية فعلا. وأنا وروعة متفقين أنه نضل متخلفين على الأقل بوسيلة تعارفنا. الله يوفقك ويوفق ماما. روعة أنا بتمنى لك كل التوفيق، لأنه هي بتستاهل الخير. أنا ماني عنيد ولا راسي حجر صور، أنا بحسبها لبعيد. يا سيدي طالما مالك عنيد ولا راسك حجر صوان، ليش ما عم ترجع البيت؟ ليش مقاطعنا؟ لا حبيبي أنا ماني مقاطعكم، أنا مقاطع الأمر الواقع اللي عم يفرضوه أهلك علينا فرض بالزور. الأمر الواقع غيس، أنت ما عم تستوعب. لا خلصنا بقى، خلصنا حاجة حكي بالموضوع. خلص أنا يوم يومين بروق وبرجع لحالي، بس هلا اتركوني يا أخي. ماشي اتركوني. مالتيلي شو جبلك معي من بيروت؟ حنان شبك ليش ما عم تردين؟ سلامتك حبيبي، بس ما كنت متوقع انك تسافر بهالسرعة هاي. قلت لك ان القضية ضرورية وما ممكن تأجيلها. بدفع نص عمري لحتى اعرف شو هالقضية اللي قلبتك فوق عني بتحتاني. آخ منك انت. هيسام لك شوف على الشوفي، لكن شو الله بيقولني هيك اسمه الاول استخلاء النور اللي لابس تبع شيء دخيل لابس تهيو صغيره وكبرت بس على لابس تا معلمي، يعني الدنيا بوز من المشايخ هي مخفقه على قد الله ما عطاها. لك هدول بنات مثل الشمعه بيبردوا يدوروا لغيرهم على الدرب. لكن ان شاء الله بتقدرني تطفي كل يا باذن استخلاء شايف حبه الكرز مخصص طلعت الله ولا نفس ما عاد في شغله. الله خلصنا بقى يتعمرك انت وياه. لا خير يا عزة شوفي مو شايف هالمعتوهي لسه بلطيش بكلام بلا طعمة. لك يا عيب الشوم عليكم يا عيب الشوم.
معكم اخوات بنات؟ لا يا سيدي، لو ما حبيت تطلطش اسمع كلام طالع نازي كاي تمسك مثل العالم والناس، لا تتدخل انت. عندك لو سمحت لتسوق يروح عنا يا لابس من غير ثياب ولا اخر شيء تشوف حسس لا وتنزعج كمان لا تدخيله اللي بيشبع لسه دخيله وين أمو عندك زكريم البنت اللي ما عندها شيء مهم تظهره تظهر جسمها شغلة سهلة كثير بس تمنى غالي معك حق يا بابا وانت ليش متأسرة لهالدرجة؟ ما في بنت ما بلطش وشها الشباب اصلا بنتي ما بتتلطش مالها عايشة بس كمان كثير بشع انه البنت تعرض حالها هيك للي بيسوى والما بيسوى وكأنها بضاعة للفرجة شو؟ ومن امتى هالافكار متخلفة معبية راسي؟ بالنسبة لك متخلفة، أما بالنسبة لي فصرت تشوفها صح ومية بالمية كمان حبيبتي لأنك مجبورة تشوفيها صح ومية بالمية إذا ما شفتيها هيك عن قناعة رح تشوفيها غصبا عنك خلود عن جد عن جد حياتكم بتملي شو بها هاي؟ طلعت لها شهرين ثلاثة على كندا رجعت مدري شو بها؟ وليه غزال؟ استني عاوزتك لك شوفيلي هالقلم شو لونه حلو؟ ما بعرف أنا شايف تفائح شوي ايه انت شو فهمت منك شغلات وعم تشتري على صفك انت وياها بسرعه ايه الحمد لله مشي الحال هدول فراش الاسنان منا تفضل اكيد ليش خير عم دور على شيء لا عم اتذكر بدي حبه جعراس تكرم عينك تفضل قديش 50 هلا انت شو قصدك تقول لي؟ قصدي اقول لك يا استاذ انه البنت فقيره ووضعها صعب هسه بتقول لي صعب صعب ممكن تفهمني شو يعني وضعها صعب؟ هلا بس تشوف وضعها بتفهم شو قصدي بس بدي اطلب منك طلب ما تحسسها انك متفاجئ بشوفتها بتاخد على خاطرة وخصوصي انك بدك ترجعها معك عالشام شوقتني انه اتعرف عليها هبة بنت لطيفة ومهذبة كتير وقبل ما يموت جدها الله يرحمه كانت مثل الشعلة المضوية كلها تفاؤل وحيوية بس بعد ما مات جدها صارت تحس بيتمة اكتر من اي وقت مضى انسي حنان انتي وعدتيني انك تساعديني وتفهميني يعني أنا ما بحب حدا يعاملني على أني بنت صبي وبس طيب إذا خليت الكل يعاملوكي مثل ما أنتي بتتمني شو بصير؟ بروق كتير طيب أنا رح ساعدك بس بالأول على نطاق ضيق وإذا عجبتك الفكرة منوسع على تشمل الكل بحياة أختك يعني رح تطمريهم كلهم؟ ليلي شو رأيك؟ حبيبنا الآن سي حنان كفو مرحبا هبة اهلا ابو نبيل اخذت هيدي وبدي رجع ايه بس انا ما بقدر رجع لك اياها انا اخذتها وما عجبتني شو بتخسري اذا رجعتيها ابو نبيل انت اخذتها من شهر ما بصير رجع لك اياها بعد كل هالمده لا بدك ترجعيها خلص مثل ما بدك رجع تفضل ايه هيك كوني شاطره وبيعك منيح مثل جدك
هيدي هي دكانة هبة. هاي؟ ايه؟ شو بينا استاذ؟ شو اتفقنا؟ اتمالك عصابك وشد حالك. تفضل. تفضل. بونجور يا أمورة. عمو مروان أهلين، كيفك؟ كيفك عمو؟ الحمد لله. الحمد لله. شو استاذ هيثم؟ ما بدك تسلم؟ أهلين عمو. أهلين عمو هبة، بدي حكيكي بموضوع حساس شوي. ايه تفضل عمو. خير. ما سألتيني عن هالضيف الظريف الجاي معي من الشام. من الشام؟ ايه من الشام. شو استاذ هيثم؟ بدك تخبرها مين بتكون ولا بتترك هالمهمة لإلي؟ عمو هبة، الأستاذ هيثم بيكون عمك. عمك خي بيك الله يرحمه. عمي أنا؟ يا هبة فكرة كتير حلوة بس بتجنن. ايه بس ما تنسوا انه مجرد فكرة، مو تعجبكم تقوموا تصدقوها. طيب وامتى رح نبلش بتنفيذ هالخطة الرائعة؟ انا وعدت نضال انه ساعدها على قد ما بقدر، ولذلك بلشوا بتنفيذ الفكرة من هلأ. بس ما تقلوا عليها، بعدين بدي اياكم من هلأ تعاملوها وتحكوا معها على اساس صبي، وبدي اياكم تنفذوا باقي الفكرة. حاضر أنسة. لعيونك أنسة. أي ألف طلب مثل هالطلب. بدي أسألكم، أنتم متحمسين لأنه القصة عجبتكم وبدكم تتسلوا ولا حابين تساعدوا رفيقتكم نضال؟ الاثنين أنسة. شوفوا أنا كل اللي بيهمني نضال، نضال وبس. ونحن أنسة كمان كثير بنحب لنضال. طيب شو مستنين؟ ابدوا بتنفيذ الخطة. يلا انا مساعدة كمان بدي بيجامة مثل هي. والله يا حبيبتي انت طلبك مو عندي. وليش بقى؟ لانه ياسر ما في عليه طلب. اعطيها بيجامتين بتوصلوا مع بعضهم وبتعملوا بيجامة. هلا هي لك انا حبيبتي جاي تطلبي بيجامة وانا كل القياسات اللي عندي سمول. يعني موافقة؟ طبعا لا. لا مو لازم نحب بعض بالاول، بس لاي شب وبنت بيحبوا بعضهم. شو المانع من الخطوب بعدين بنحب بعض؟ خايف ما تصير من ايدك مو هيك؟ على كل حال قبل ما نرتبط بخطبه او زواج انا بدي اياك تحبني بجنون مثل ما حب عمر الشريف مرات يعني، وغير هيك ما هي الجهه. طمني. مطمني بس بحب اتاكد. حاجه بكي حاجه حاجه بكي عمو. عمو شو حلوة هيك كلمة عمو. ما عم تقلي لي عمو هبة، قلي لي عمو. عمو 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 ما أحلاها عم تطلع معك هبة. هلا هي دموع حزن ولا دموع فرح؟ شوفي أنا رح أكون صريح معك، ما رح أخبي عنك، أنا لما عرفت بالموضوع كمان اضطربت وتضايقت كتير، بس بعدين فرحت لأنه بعد هالعمر صرت أنا عم لبنت أمورة مثلك. الله يرحمه. ما بعرف ليش خبى عني الموضوع هاد، ما بعرف. أنت عم بتقول هيك ولا أنا اللي موت بابا إجا فجأة؟ كنت كل ما أسأل عنه يقولوا لي مات بأمريكا وما بنعرف عنه شيء. ولا موت ماما اللي تركتني وانا عندي 12 سنة، ولا جده اللي تركني لوحدي بالدنيا ما في إلا حدا. خلص خلص خلص، هلأ صار في إلك حدا،
وأنا ما بقى أتركك أبدا، ما بقى أتركك. مرحبا ام رفيق. مرحبا ام رفيق. ام رفيق مرحبا. اهلين اهلين ماهر، شو عم تعمل؟ شو عم بعمل يعني؟ بتعرفيني كثير بحب الكركبه. ها اشوف بكره ان شاء الله بس تتجوز ويجي اولادك رح يرجعوا لك الغرض لمحله. يا ستي مو مشكله، بعلمهم عن النظام. ها ايه ان شاء الله، الله يعيشني لاشوفهم. الله يسامحك يا أمي. خير؟ شو القصة؟ شو في؟ تخيلي إنه عن إذنك مرفيق. إيه ماما. يا ماما شفتهم. يعني معقولة حطي لي صور جوات القبارة؟ يا ماما هذا مكان شغل. بعدين قلت لك أنا بهالطريقة ما بتجوز. يعني تخيلي مثلا شافهم الأستاذ هيثم، شو بكون موقفي أنا؟ يا ماما. بالبيت بنحكي. خلص بالبيت بنحكي. مع السلامة. لساتها مصرة انه تخطب لك؟ لا وبنفس الطريقة. يعني معقول ما عم تعجبك ولا بنت من اللي عم تنقي لك ياهن امها؟ حتى انت يا ام رفيق عم تحكي هالحكي؟ بس انا ما قالي حدا بالشام. شو عم تحكي هبة؟ كيف مالك حدا؟ كيف مالك حدا يعني؟ اللي كان إلي ماتوا من 10 سنين. آه وأنا؟ أنا مو عمه؟ بعدين في عندك أولاد عمك بكرة بدهم يجنوا لما بيعرفوا إنه في عندهم بنت عم. في عندك الدكتور غيس، عندك علاء رسام كاريكاتير بجنن، في عندك واحد صغير هالقد شيطان أيهم، بكون صيروا أصحاب. بعدين أنت عم تنسي إنه في عندك مرت عمك حنان، أكيد رح تحبك كتير كتير. وخالي مها كمان راح ترحب فيي وتحبني. أنا تعودت أعيش هون وكتير بحب الضيعة، مش حابة أسافر. يا ستي بعرف إنك بتحب الضيعة وإنه الضيعة حلوة، بس كمان بالشام في لك أهل، ليش حتى ما تسافري؟ خايفة وقلقانة. من إيش خايفة؟ خايفة ما حدا يتقبلني هوني. طيب يا ستي جربي. طيب عمو إذا جربت وصار يلي خايفة منه توعدني إنه بترجعني لهون؟ شوفي هبة أنا متأكد إنه هذا الشيء ما رح يصير. على كل حال إذا صار أنا بوعدك إنه رجعك. ارتحتي؟ يلا بكرة على الشام. يا ماما يا ماما يا حبيبتي الله يخليكي، والله ما بدي يا ماما يا حبيبتي يا حبيبتي. طولي بالي. ما عم بقدر صدق، ما عم بقدر صدق إنه واحد من ولادي اللي تعبت أنا بتربيته يعاملني هيك مهما كانت الظروف. يا الله خلص أنا هلا بحكي معه وبخليه يرجع على البيت. لا ما بدي حدا يحكي معه يترجع لحتى يرجع على البيت، اتركوه على راحته. شوف ماما نحن صحيح عطيناكم حريتكم لتعبروا عن رأيكم، بس هذا ما بيعني ابدا انكم تفرضوا آراءكم علينا. شو بدك تعمل انت؟ بدي اتصل مع ناس على المستشفى واتخانق معهم. لا حبيبي تعال اقول لك. تعال ما في داعي تتصل مع غيس لانه غيس ما بيقدر على زعل امك اكثر من هيك. ماشي يا
تيتي رهار؟ نعم تيتي. ابن خالتك كرم صار له ساعتين جاي من السفر، ما بدك تسلمي عليه؟ تيتي سلمي عليه نيابة عني، عندي دراسة. طيب تيتي الله يرضى عليكي، قومي ساعديني لنحط له لقمة، حرام من وقت ما اجى لهلا وعلى لحم بطنه. تيتي بس خلص بقوم بساعدك. كرم بده يقعد عنا كم يوم. كيف يعني بده يبقى هون؟ يومين ثلاثة لبين ما يلاقي غرفة مستأجرة. تيتا بس هذا الشيء ما بيصير. ابن بنتي وجاي لبيت سته، بقلعه مشان حضرتك، انت ما بتحبي الضيوف، بعدين انت وياه ربيانين سوا، وانا مربيته على ايدي وبعرف اخلاقه، لو مالي واثقة من تربيته ما بخليه يقعد هون. عن جد عم تحكي؟ والله صارت عم بوزات، يعني صارت نجمة؟ أنا حاسس إنه أنت عم تسوي بوزات عليها. لا اسمعي لشو بدنا نعمل؟ بابا جاي على بالي اقصلك اياها مثل الصبيان، اريح لك واريح لي. لا بابا حرام عليك. عم بمزح معك يا فصعوني، ولك رح ضل مشط لك اياها ان شاء الله 100 سنه. بابا معك بجيبتك 100 ليره؟ معي بس ليش؟ عامله المدرسه رحله على بصرة. ايه على عيني. طبعا هلا بعطيك 100 ليره، ها؟ ثواني. وهاي السندويشات. وهي يا ستي. صباح الخير بابا. أهلا حبيبتي، هاي مثلها. شكرا بابا. شو رأيك حبيبتي؟ متحسسين؟ من ايش؟ في شيء مو مريح بالجو، مشان هيك متحسسين. يلا لوتس تأخرنا. باي بابا. الله معكم حبيبتي، مع السلامة. صباح الخير رنا. والله مالك قليل يا ماهر. خالي ام رفيق، لمين هدول الصور؟ هدول صور رفقات، قصدي خطيبات ماهر. اوف، وكل هدول خاطبهم جون ترافولتا؟ ايه بيطلع له شو عليه؟ هو يعني ضروري يستعرض لنا عضلاته هون بالمكتب؟ الله يعين اللي بدك تتجوزك يا ماهر. صباح الخير نضول، شلونك اليوم؟ والله
طمن الله منيح بس من العبد مو باين. صحينا الدود، تابعت امبارح المباراه اللي طلعت على التلفزيون بين جبله وحطين؟ لا. يي، ونحن اللي كنا مفكرينك انك بتموت على هيك نوع من المباريات. ايه غلطتي، معلومك لعبت الوحده اليوم مو امبارح. زين امبارح كنت بالسوق. ليش انت كمان بتنزل على السوق وبتشتري ثياب؟ مو على الصالحيه والحمراء. كنت بسوق السيارات مع الوالد. الوالد حب يغير سيارته واخذ رايك من شغله. راك تتهنى ابو الشباب. الله يهنيكي. والله وصاروا يعاملوني مثل ما بدي. ايها شكرا. يلا 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 عمو كبا الله معك توفق ان شاء الله. شكرا فيه وصلوا بالسلامة. الله يسلم. الله معك. هاتي الدفتر لشوف كيف خليت فيها. خطواتك كلها صحيحة. بدي اياكي تشرحي لهم خطوة بخطوة كيف خليت فيها. تفضلي. أولاً جملة المقارنة خارجية. لكن يا عمي العزلة الرز شو غرتي؟ ليش الجملة منحانة نفس المسألة؟ غزل حاجتك حكي وانتبهي على شرح رفيتك، أحسن ما تقولي لي أستاذ ما فهمت عاد لي إياها مرة تانية. هلا صرت بنظرك غبية يا أستاذ عبد الله. شو رايك خانو؟ صايرين عم نطلع نحل مسائل على اللوح. حسنا شو بغزل؟ غزل غيراني. غيراني؟ من شو؟ من مدح الاستاذ عبد الله إليك. إلي أنا؟ إيه لأنه الاستاذ عبد الله بيعتبرك أنت مرح أشطر طالبتين كل شعب العلمي. شو اللي زعج غزل بالقصة؟ غزل مو مزعوجة لأنك أشطر منها، هي متضايقة لأنه الأستاذ عبد الله بيمدحك وما بيمدحك. إيه بسيطة، بكرة بحلل المسألة وتطلع هي تحلها. ليش فكرك إنه هي ما بتعرف تحل المسألة؟ بس هي بتتحجج إنه ما فهمت المسألة مشان يرجع الأستاذ عبد الله يشرح لها إياها. ما فهمت. ولا رح تفهمي. عمو أنا بدي نام هون لحالي. هلا مشوف انا. مرحبا. منحطك غرفتين مفرديه. اوكي هون شوفي. هاتي هويتك. اعطيتك اياها على الحدود. انت ضلي نقي ضلي نقي ليقبل. ما رح يقبل قد ما نقيت اهلي وبعرفهم. يعني معقوله ما تحضري عيد ميلادي؟ ما هي اذا بدك انا بحكي لك مع امك. لا 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 اوعي. واي نوت؟ ما بدي تسمع لك الكلمه من ابي بهزوا البدن. ما بتعرفوا بدش كل دجه. وانت مين عازمه على عيد ميلادك؟ تقريبا ثلاث ارباع بنات المدرسه ورفقات الشباب والبنات بمعهد اللغه. شباب وبنات واهلك قبلاني؟ حبيبتي اهلي متحررين مو مثل بعض جماعه معقدين. عمر التحرر ما كان بهيك قصص. بأنه قصص حسنا خانه؟ بتحرر أطرانيز المدوس اللي بمخي.
هذا رميز المكدوس اللي عم تحكي عنه بيتحرر تحرر القلب اللي هون. مسكينة. أنا اللي مسكينة ولا أنتو؟ حياتكم كلها عقد ونكد. اوعي وانتبهي واصحي وبيصير وما بيصير. روحي عنا يا هي عيشة ولا حبس مقطع. يا بنات ما عم تفتح معي وما ما عم بتدلع. هاتي تضربي شو محلولة هاتي. أنا بدي أشرب. ولي عزك كتير لعبنا شو مقسينا. خلود خلود أعطي لأبو النضل قال ما بجيبها غير رجالة. أجربت أقبشني لك برافا. وهي كمان ام رفيق احفظي لي هاي الاضباره ليوم الجلسه بال17 الشهر سجلي عليها. حاضر استاذ. ام رفيق اذا حدا سال عني لا تنسي انا مالي هون انا بلبنان. لأنت؟ انت ما بعرف بس انت بدرس بسرعه وقت لاقي له محل تسكن فيه لاي وقت. طيب وديها لعند اختك على حوص. عند اختي سميه؟ اعوذ بالله اختي سميه اذا بتضرب القصه بتفضح الدنيا. يعني البنت بدها تضرب الوكيل؟ طالون مية وتلا شو قصة الأمس هلا مع الأستاذ عبد الله؟ رغم أنه يكبرني بثلاثين عاما، ماذا أفعل؟ أشعر بحيرة كبيرة تجعلني لا أستطيع التفكير أو النوم أو الدراسة بشكل جيد. أنا ضائعة مشتتة الفكر، أطلب الاستشارة، ساعديني أن أنسحنا. زوريني وثقي بأنني لن أخذلك. ان شاء الله استاذ رح احاول. ان شاء الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. يعطيك العافيه انت استاذ عم عزبك معي. الله يعافيك هون تنجح ان شاء الله. يعطيك العافيه استاذ. طمني كيف اخبارك؟ والله شقيه بس عنده شيء مهم. شكرا كثير. عفوا عليك. شرف. ايه بابا هلا حضري لي حالك درس العربي. بابا والله اللي كنت لسه استاذ طالع استاذ فايت داخلي تعبت انا. هانت بابا هانت كلها هالسنه. يبعت لحمها هالسنه اذا بقى تخلص. ان شاء الله تنجحي. من قلبك هالكلام؟ بابا انت قلبي. ليش هيك عم تطلعي فيني؟ خايفه. من شو؟